ولتسليط الضوء حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس ملتقى الرقي والتقدم يحيى محمد عبد الله صالح. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا أستاذ يحيى. بداية، ما الذي يمثل انتخاب العماد ميشيل عون بعد أكثر من سنتين من الفراغ الدستوري التي عاشتها لبنان؟ والله في البداية نتقدم بالتهاني لعماد الجمهورية العماد ميشيل عون بنشرة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، والذي يشكل بداية صحيحة لعودة الحق لأصحابه وخروج لبنان من الوصاية الخارجية الذي شكلت عقبة أمام تطور المجتمع والانطلاق نحو آفاق مستقبلية، حيث وجود الفراغ الرئاسي أثر على كثير من الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في لبنان. نعم. وأدى إلى تدهور المؤسسات على كافة الأصعدة، وهذا ما لاحظناه في لبنان، ولذا عمت الفرحة كل المناطق اللبنانية، وشارك بالاحتفال مساء أمس كل الأحزاب اللبنانية حتى التي كانت على خلاف مع التيار الوطني الحر، وشعر اللبنانيين أنهم في مرحلة فارقة جديدة لتأسيس انطلاقة نحو الإصلاحات التي نادى بها العماد ميشيل عون، الإصلاحات الدستورية وإصلاحات النظام الانتخابي وإصلاح الحكم المحلي ومكافحة الفساد، إلى جانب التأكيد على أن محور المقاومة والحفاظ على المقاومة هو من الأولويات، وكذلك دعم الجيش بالتسليح وبالإمكانيات. نعم، ما هي قراءتك لحالة الوفاق التي عادت إلى لبنان بعد أن كان الكثيرون يتوقعون عودة الحرب الأهلية إلى لبنان؟ لا، الحرب الأهلية هذه كانت مستبعدة لأنه الشعب اللبناني عانى من ويلات الحرب الأهلية، لكن شعر الشعب اللبناني أنه في الأخير يجب أن يجد الحل ويكون الحل لبناني، لذا سعت كل الفرق السياسية اللبنانية وخاصة التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية الذي كانوا على خلاف كبير من أجل انتخاب رئيس مسيحي للبنان، باتفاق هذا التيارين الرئيسيين بدأت الأمور تتحرك، ولم يبقى إلا تيار المستقبل الذي في الأخير وصل إلى قناعة أنه يجب أن يكون الحل اللبناني وأن تخرج لبنان من تحت الوصاية السعودية حتى تعيد لبنان مكانته الطبيعية في الوطن العربي. نعم، بعد حالة الوفاق هذه، هل ترى أن العماد ميشيل عون قادر على إعادة لبنان إلى الواجهة برأيك؟ العماد ميشيل عون كرجل عسكري منضبط وملتزم، وكان من الشخصيات على مدى سنوات طويلة يدافع عن استقلال وسيادة القرار اللبناني، لذا الجميع مؤمن أن يلعب دور كبير في استعادة الحياة السياسية اللبنانية، وأن يلعب لبنان دور كبير في المجتمع في الوطن العربي. نعم. يعني الناس منتظرين حالة الوفاق هذه أن تأتي بنتائج طيبة. نعم، أستاذ يحيى، سؤالي الأخير، الحالة اليمنية شبيهة إلى حد كبير بالحالة اللبنانية، هل ترى أن اليمنيون أيضا قادرون على تجاوز المرحلة الحالية؟ والله مثلما الذين كانوا مرتبطين وتحت الوصاية السعودية في لبنان وتحرروا من هذا الوصاية، على الذين في الرياض أن يتحرروا من الوصاية السعودية وأن ينظروا إلى مصلحة الشعب اليمني، وأن ويكفي أنهم ما شاهدوا من حجم دمار وقتل وحرب إبادة للشعب اليمني أنها ليست لا في صالح أي طرف من أطراف الصراع السياسي في اليمن، وإنما هي لتدمير اليمن على رؤوس أبنائه. نأمل أن تكون هذه رسالة إيجابية لها الفرق الموجودين في اليمن والموجودين في الرياض. نعم. أن يحكموا مصلحة اليمن والشعب اليمني الذي يعاني بسبب هذه الصراعات السياسية التي في الأخير أدت إلى تدمير كل شيء.
نعم، إذن رئيس ملتقى رقي والتقدم يحيى محمد عبد الله صالح، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، كنت معنا عبر الهاتف. بعث رئيس الجمهورية الأسبق رئيس